وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يغفر الذنوب جميعا. واحد يتجه لرب العالمين. والله قبل سنتين ب 2021 قبل شهر رمضان كنت عم بعمل عدد كبير من الأغاني وما كنت عارف شو اللي راح يصير معي بعد شهر رمضان، ولكن سبحان الله ربنا يسر الخير وحسيت كل إشي صار أحسن بعد شهر رمضان. مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان